انضم إلينا من إسلام أباد طارق محي الدين مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك طارق. إذن ماذا يحدث بالضبط لديك في إسلام أباد وآخر التطورات لديك؟ نعم، نبدأ بآخر التطورات. حقيقة بعد عملية اعتقال عمران خان رئيس الوزراء السابق من قبل قوات الشرطة وقوات الرينجرز الباكستانية، الآن شوارع باكستان في كافة المدن تشهد حالة من الاضطراب المتواتر إنجاز التعبير، خاصة في المدن الرئيسة مثل إسلام أباد، المدينة التي اعتقل فيها عمران خان، ومدينة لاهور وكراتشي وغيرها من المدن الباكستانية. بدأت الأعداد الغفيرة من أنصار عمران خان بإغلاق الطرق وحمل العصي ولافتات تندد بعملية اعتقاله. بدأت الشرطة الباكستانية في نشر قواتها في كافة الأجزاء، أغلقت المنطقة الحمراء في العاصمة إسلام أباد تحسبا لربما أن تقوم هذه التظاهرات بالتقدم نحو هذه المنطقة التي تحوي الوزارات والهيئات الحكومية والسفارات وغيرها. يعني باختصارا هناك حالة من التأهب الأمني في وسط حالة من الغضب الشعبي، وخاصة من أنصار عمران خان الذي اعتقل منذ قليل على خلفية عدة قضايا. حقيقة عمران خان كان قادما من مدينة لاهور حيث يقيم، كانت من المقرر أن يمثل أمام المحكمة العليا في عدة قضايا، منها قضايا إهانة القضاء وأيضا قضايا الهدايا الخاصة بالحكومة، ولكن قبل وصوله إلى مبنى المحكمة تم اعتقاله أمام محكمة المحاسبة الوطنية التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية قضايا فساد ورشاوى مالية تلقاها أثناء أو تلقتها حكومته وفي شخصه أثناء عملية أو عناء رأسه رئاسة الوزراء منذ تقريبا 4 سنوات. إذا طارق، عندما قدم من لاهور باتجاه المحكمة كان قادما لمثوله أمام محكمة بقضايا معينة، وقبل دخوله إلى المحكمة تم اعتقاله بقضايا أخرى. نعم، هذا ما حدث، لأن مبنى المحكمة العليا ومبنى المحكمة التابعة للاحتساب أو المحاسبة في نفس المنطقة، وبالتالي عملية نشر الشرطة الباكستانية في هذا المكان كان أمرا طبيعيا. كانت هناك تصريحات من كبير قضاة المحكمة العليا الذي ندد فيها بعملية اعتقال، والتي كانت غير متوقعة من قبل المحكمة العليا أو قضاة المحكمة العليا، حيث قال كبير القضاة بأنه من المفترض أن تقدم هذه الحشود الأمنية من قبل الشرطة والرينجرز بحماية عمران خان وليس اعتقاله. ولكن قبل أن ينطلق عمران خان حقيقة من مدينة لاهور أطلق تصريحات ضد الحكومة الباكستانية وضد جهاز الاستخبارات وضد الجيش، وقال بأنه يتوقع بأن يتم اعتقاله بعد قليل. هذا أيضا كان جاء بعد تصريحات لعمران خان ليلة أمس أمام جلسة تظاهرية في مدينة لاهور، حدد فيها بأسماء جنرالات معينين، قال بأنهم هم الذين قاموا بتدبير عملية محاولة اغتياله الذي تعرض لها في شهر نوفمبر من طيب. عام المنصرم. هذا ربما نعم طارق، نعم، وهذا ربما هو السبب. يعني نحن هنا المراقبون ينظرون إلى أن هذه التصريحات هي لم تصدر من أي سياسي، وهي تعتبر تصريحات غير مسبوقة وتاريخية بأن يقوم أي من السياسيين في باكستان بتوجيه مثل هذه الاتهامات. لا نعرف أنها حقيقة ولا حقيقية أم لا حقيقية، ولكن هذه الاتهامات كبيرة، وهذه الاتهامات ضد المؤسسة العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية. كان هناك أيضا بيان من قبل هيئة الاستعلامات التابعة للجيش الباكستاني نددت بتصريحات عمران خان منذ قليل، وقالت بأن المؤسسة العسكرية ليس لديها أي رغبات ولم تتدخل لا في السابق
ولا حاليا في أي نزاعات سياسية بين الغرماء السياسيين داخل باكستان. وهذا أيضا كان موقف المحكمة العليا التي كانت تنظر في عملية إعادة الانتخابات التكميلية أو البرلمانية في إقليم البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا، وقالت بأن هذه الأمور ليست قضائية وليست عسكرية، وبالتالي على كل الأطراف السياسية والأحزاب السياسية أن تجلس وتتفاوض حول عملية تحديد هذه الانتخابات. ولكن الهجوم الكبير إنجاز التعبير الذي قام به عمران خان ضد هذه المؤسسات العسكرية والغير مسبوق، هذا ربما ما جعل بأن يتم ربما إثارة بعض هذه القضايا وإثارة إذن هنالك من يربط بين اتهاماته من خلال هذا التجمع لمؤيدي في لاهور، والتي يعتبرها البعض أنها إثارة حفيظة لهذه المؤسسات العسكرية أو الأمنية، وبالتالي تحركت محكمة المحاسبة كما تشير إليها أو الاحتساب، أم أنه فعلا كان هنالك صدور بمذكرة اعتقال طارق حسب المعلومات الواردة لدي؟ حقيقة أصدرت عدة محاكم، منها المحكمة الاحتسابية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية أيضا، يعني عدة مذكرات توقيف لعمران خان، ولكن كانت هناك دائما تحركات قانونية من قبل الفريق القانوني لعمران خان بتقديم دفع كفالة، ومن ثم هذا عملية الاعتقال يتم تعليقها في الوقت يعني في الوقت المناسب. ولكن كثرة القضايا المرفوعة أو يعني الذي المرفوعة ضد عمران خان ربما هي لا نستطيع أن نجزم حقيقة من أو كيف تقوم هذه المحاكم بإصدار، ربما تقوم بإصدار القرار مباشرة، وبالتالي يتم إخطار الشرطة الباكستانية وأجهزة الأمن حيث يتم اعتقاله. وربما كما ذكرت بأنه هناك ربما تحركات من قبل هذه المؤسسات ضد عمران خان بسبب هذه التصريحات، أو هناك تفاهمات بين المؤسسات القضائية والمؤسسات العسكرية بأن عمران خان أو أي شخص باكستاني مهما كانت هويته، سواء كان رئيس وزراء سابق أو حتى شخص عادي، أن يقوم بتوجيه مثل هذه الاتهامات الكبيرة والخطيرة ضد هذه المؤسسات دون أن يقدم دليل واضح أو يعني دليل على صحة هذه الاتهامات. وهذا ربما في حد ذاته يراه كثير من المراقبين بأنه أمر خطير جدا يهدد الأمن القومي ويهدد المؤسسات السياسية وحتى القضائية والعسكرية في باكستان. باكستان كانت وما زالت تشهد عمليات من التوترات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ عدة سنوات، وبالتالي الأمر يعني المناخ العام في باكستان لا يساعد على مثل هذه التصريحات التي مرة تفجر عملية غضب بين المؤسسات والسياسية وغيرها من المؤسسات، وبالتالي هناك يعني أيضا حشود شعبية قد تخرج وتدمر وتحدث بعض الاضطرابات في الشارع الباكستاني، وهذا ربما ما يعول عليه حقيقة عمران خان، لأنه حسب الاستطلاعات الرأي الأخيرة بأنه ما زال يتمتع بشعبية داخل بين مناصري. نعم، يعني مع الأسف هنالك بعض الأطراف داخلية أو خارجية تحاول العبث بما يمكن وصفه بأنه نوع من يعني القنابل الموقوتة في الداخل الباكستاني. أشكرك جزيل الشكر من إسلام أباد طارق محي الدين مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك.